بن ياس النجم الكبير يشارك الآن في هذا. بين الوحدة والنصر العديد من الأمور المتشابهة، أبرزها البحث عن أفضل مركز ممكن في الدوري ومواصلة النتائج الإيجابية. فبعد الفوز آسيويا للوحدة والنصر محليا في دربي بردبي، لم نجد الكثير في تفاصيل الشوط الأول، لنلجأ سريعا لمجريات القسم الثاني من اللقاء الذي كان نصراويا. أما النجاعة نالها المخضرم تيجالي مستغلا سرعة الجناح خليل إبراهيم ومفرحا كل الجماهير الوحداوية. المنصوب مرفوع واللي يرفعها خليل إبراهيم رفعة جميلة جميلة جميلة. المدرب البرازيلي كايو زاناردي قرر التصرف والتدخل، وفي هذا التبديل الكثير من الاجتهاد بظهور ابن الوحدة السابق محمد العكبري، وبأحلى لمسة من القائد طارق أحمد، ويا له من ختام من البديل الناجح الذي أكد تفوق البرازيلي على الهولندي تينكات. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يسجل العكبري لكن لا يحتفل. هدف الضغط الأبيض ارتفع ووصل إلى أقصى مراحله، فكان للقادم من الفيحاء السعودي روني فرنانديز كلمة جديدة، لكن الحكم وبمساعدة تقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل، فظهرت بعدها المساحات في دفاعات أصحاب السعادة. روني فرنانديز كان قاب قوسين أو أدنى من إضافة اسمه في سجل الهدافين لولا بعض السنتيمترات. أما راشد محمد وجد المساحة للاختراق لخطف النقاط، فكان لأحمد راشد قرار التدخل والإيقاف، الإيقاف الذي وجده الحكم وعبر نقاش طال مع الحكام المساعدين في غرفة الفيديو، وجده عنيفا يستحق ضربة جزاء تقدم لها فرنانديز بكل نجاح ليخطف بها النقاط. حسين الطائي، صدى الملاعب.